العمل المتواصل بحي بوديو ببرج منايل وحركة كبيرة بالورشة، بداية بوضع الأساس بعد الحفر التي كانت مهمته صعبة وصعبة جدا بسبب الصخر الذي كان بالمرصاد أثناء عملية الحفر. ولولا جهود شبان المنطقة بالآلات وباليد لاستغرق الوقت أكثر فأكثر. زارتنا حصة اليد في اليد وندينوا معهم اليد في اليد باش نعاونوا عائلة خروب، إن شاء الله نفرحوا العائلة هذه وندخلوا لهم البهجة والسرور على قلبهم، وربي يقدرنا ومازال الخير في بلادنا ومازال الخير في ولادنا. حالتهم حالة والحمد لله يا ربي، أنا جينا نعاونوا فيهم واللي قدرنا، احنا درنا الكونسيبسيون إن شاء الله تعجب الجميع. حميد بعت لنا ميساج في فيسبوك، مبروك عليك وجزات. بارك فيك خويا. واش زاد عندك؟ الطفل ان شاء الله. وين راح يطمينا صاحبي؟ وين راح يطمينا؟ مازال البارح اللي زاد. وراه البارح زاد اليوم خليته يجي. البارح زاد. يا صاحبي. لا البارح زاد. الله ينورك خويا العز. وهذا شكون؟ هذا توفيق. توفيق واش يخدم توفيق؟ مصو. الله يبارك لك توفيق. كوفرور ثاني توفيق. الكتريسيان. شوف دوكا صح غير كوفرور ومصو. ماشي مشكل. وانت تخدم كلش. كلش. يرحم والديكم. شوف ما عندناش شهر. عندنا 3 سمانات على بالي بالبروغرام، 3 سمانات انو نريبوها ونبنيوها. ماشي مشكل. الحطب عندك صاحبي لي بيدرو. الحطب لي بيدرو والكفراج ماشي مشكل. يعني كفراج مي كفراج ميتاليك ماشي كفراج تاع لا دالا الحطب نورمال. الحطب اها لي بوطو كفراج ميتاليك. دونك نشوف مع اللي نعرفهم بالك نزيدو لي مالي كسرت مع الرياض يرحم والديك. ولي كفراج شحال كاين؟ لي كفرور انايا عندي هذا صاحبي في رايور يخدم اسم لي لاكليك تاعي في رايور. شحال كاين هذا؟ لا دوك انا حكيت على راه انايا وفي رايور تاعي كاين زوج هضرت معاهم الجمعه ان شاء الله الصباح يجوا كيما نكونش انا يكونهم. تبدا دوكا انا ما بقاش بالماتيريال تاعي مش مشكل كاع. الله يربح جديد. الله يربح. ناس برج منايل أظهروا هزيمة كبيرة وأثبتوا قوتهم التضامنية، حركة كبيرة من كل جهة والكل مركز على عمله، خاصة في الأيام الأولى التي تعتبر أصعب مرحلة، خاصة وأن إعادة تشييد بيت من الأساس ليس بالأمر السهل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الرئيس اهلا. واش حوالكم؟ لاباس لاباس. الله يهنيك مرحبا بك سي نعيم. السلام عليكم. واش راكم؟ صافا لاباس؟ لاباس الله يهنيك. الله يربي يهنيك. الله يسلمك. الله يسلمك عيشك. الله ينورك يجيبك لك. مرحبا بك والله غرت منك. الناس كاع شاهده عليك غير الخير، واللي نهضر معاه نقول له راني رايح لبرج منين بومرداس يقول لك روح شوف عز الدين. مرحبا بك ان شاء الله ما غلطش في الادريس. ما يخفلكش انه انا هنا في برج منين. وي اكيد فوالا انا نتبعو وما تدخل بلا حتى تدخل بالسلطات. اكزاكتلي. انا قالوا لي بلي رئيس المجلس الشعبي الولائي منا من بومرداس ويقدر يعاونكم. لا انا في هذا الاخر واسمو كنت كلفت يعني عضو من الاعضاء تاع المجلس الشعبي الولائي في المبادره في النهار كانت مجرد مشروع. قلت له رانا هنايا أزاد رانا في الخدمة يبات بروبلم. سي نعيم ما تخفلش احنا بولا كل حال تارك في أكثر من 5 سنين راك داخل في 6 سنين وانت في الحصة هذه اليد في اليد، والنتائج والثمار يعني رانا نشوفوهم في الميدان ورانا تبعناهم، وماشي كجزائريين من الملايين اللي راهم يتبعوا في الحصة هذه. احنا نقولوا بلي رانا هنا من بدايه العمليه انطلاق العمليه من بدايتها لنهايتها يبات بروبلام كرئيس مجلس شعبي ولائي ولا كسكيطه واحده اخرى كما نقولوا احنا كرئيس مؤسسه خاصه في ولايه بومرداس يبات بروبلام. لحيت انه نجي نصور معك مالغري انت ما حبيتش. قلت لي لا انا نخدم في ستر يا اخي. نعاود ونكرر انه ما نعرفوش خير من ربي. اكيد اللي قال دير الخير سرا وعلانية، والعلانية باش تكون قدوة حسنة.